الكاتب الصحفي خليل العسلي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نتحدث معك عن آخر المستجدات السياسية على الساحة المقدسية، وسأبدأ بموضوع السفارة. تم إلحاق القنصلية الأمريكية في القدس إلى السفارة الأمريكية التي نقلت من تل أبيب إلى القدس. ما هو المغزى السياسي لهذه الخطوة، وأيضا كيف ستؤثر على الإجراءات البيروقراطية التي يجريها الفلسطينيون في القنصلية؟ أولا، مبنى السفارة، مبنى القنصلية الأمريكية في القدس هو مبنى تاريخي يعود إلى ما قبل 1800 عام، وبالتالي فإن القصة هي ليست نقل سفارة أو نقل مبنى لأهداف أخرى، هو مبنى تاريخي ويجب المحافظة عليه. هذا أول شيء. الشيء الآخر هو نقلها دليل واضح جدا بأن على الفلسطينيين من الآن فصاعدا أن يتعاملوا مع السفارة الأمريكية مباشرة، ونحن نقصد الفلسطينيين أهل القدس وما إلى ذلك، إضافة إلى الضفة الغربية. الشيء الثالث هو نقل القنصلية أو مهام القنصلية إلى السفارة، يعني نهاية حل دولتين، وبالتالي فإن إسرائيل، الولايات المتحدة اعترفت بأنه لا قنصلية وإنما هناك سفارة واحدة فقط. الشيء الرابع والذي علمناه بأن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على إنشاء مكتب تمثيلي لها في رام الله يدير الأمور البيروقراطية كما تفضلتي والتعامل مع السلطة الفلسطينية، وهذا تمثيل أقل من التمثيل الذي كانت تمثله القنصلية بما لها وما عليها، خاصة وأن هذه القنصلية هي واحدة من 3 قنصليات فريدة من نوعها من حيث العلاقة ما بينها وبين دولتها مباشرة وليس عبر الخارجية أو عبر السفارة كهو حال السفارة البريطانية والفرنسية وما إلى ذلك. إذن ما هي النتائج المباشرة على الإجراءات أو المعاملات التي يجريها الفلسطينيون في القنصلية الأمريكية؟ هل هناك تداعيات ما؟ هذه إحدى النتائج المباشرة، يعني لنكن واقعيين أنه لا عدد المقدسين الذين تعاملوا مع السفارة أو مع القنصلية سابقا هو ليس بالعدد الكبير، هو أكثرها تمثيلي وأكثر التعامل هو مع السلطة الفلسطينية ومع من يريد الحصول على الفيزا. ولكن على سبيل المثال، قبل أيام كان هناك اجتماع مع أحد المسؤولين في القنصلية، وقال الذين اجتمع معهم وهو وفد مقدسي بأنه لا يملك الصلاحيات من الآن فصاعدا، هو فقط يريد أن يستمع ليكتب تقرير، وبالتالي فقدت القنصلية معناها الحقيقي والواقعي من حيث التعامل مع الفلسطينيين. على الفلسطينيين الآن أن يختاروا إما التعامل مباشرة مع السفارة أو نسيان موضوع الجانب الأمريكي وتعامل بجهات مختلفة. أعتقد من حيث الطريقة العملية سوف يستمروا بالتعامل ولكن على مضض، أما التعامل الرسمي فسيكون مع السلطة الفلسطينية بطرق مختلفة وملتوية. رأينا في الأيام الأخيرة بيانا من قبل هيئات مقدسية من ضمنها أيضا هيئة الأوقاف الإسلامية وجه للمملكة الأردنية الهاشمية وطالبها أو حثها على فعل سياسي لتنفيذ قرارات اليونسكو على أرض الواقع فيما يتعلق بالممتلكات التاريخية والأثرية في القدس، ونخص بالذكر أيضا المقدسات الإسلامية والمسيحية. ما هو تأثير هذا البيان ولماذا جاء تحديدا في هذا الوقت؟ أولا، لماذا جاء هذا البيان؟ لأنه في 10 من الشهر الحالي كان هناك اجتماع في اليونسكو، إسرائيل ضربت عرض الحائط بجميع القرارات وقالت أنها غير معنية، كما أن الإدارة الأمريكية أعلنت أنها غير معنية بقرارات اليونسكو فيما يخص القدس. لذلك كان على الحكومة الأردنية أن تأخذ قرار هي والسلطة الفلسطينية بأنه يجب أن نتعامل بطريقة مختلفة، ومن هنا جاءت أهمية هذا البيان الذي الموقع هو أيضا ليس فقط من المسلمين وأنه موقع من مؤسسات إسلامية ومسيحية تطلب بإسراع أو اتخاذ قرارات. برأيي القرار الوحيد المتوقع حاليا هو غير القيام بحملة إعلامية واضحة في العالم ووسائل مختلفة أخرى، إلا أن القرار الأول هو التوجه إلى محكمة العدل الدولية مطالبة بإجبار إسرائيل الالتزام بقرارات اليونسكو وخاصة القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمتعلقة بالبلدات القديمة بصورة عامة. الآن فعالية هذه القرارات لا أحد يعرف، ولكن يبدو على أرض الواقع بأن الصيغة الواضحة حاليا في الشارع هو فقدان الأمل وفقدان الثقة بالمؤسسات الدولية، وبالتالي هذا البيان لا يخرج عن كونه بيان دبلوماسي للرأي العام وبيان يدعو الحكومة لعمل شيء، السلطة الفلسطينية والأردن. رأينا في الأسبوع الأخير أيضا اعتقالات لشخصيات تحمل صفة رسمية في القدس، منها مثلا محافظ القدس السيد عدنان غيث وأيضا مدير المخابرات في محافظة القدس. ما هي الأهداف الإسرائيلية خلف هذه الاعتقالات وما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟
برأيي قبل المعلومات هناك رسالة واضحة تريد أن توجهها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، ما أنه من الآن فصاعدا أي مسؤول فلسطيني يدخل بصفته الرسمية إلى القدس سيتم اعتقاله، وبالتالي هذا ما تم مع عدنان غيث عندما تم اعتقاله بصفته محافظا وليس بصفته أنه مواطن. الشيء الآخر هو بالنسبة لاعتقال مدير المخابرات القدس في السلطة الفلسطينية، هو يعني له دلالات وتداعيات لقضية مختلفة أخرى تأتي في إطار ما يجري حاليا في القدس من حرب من الإشاعات وحرب من تسريب العقارات وما إلى ذلك، أدخلت الشارع المقدسي في حالة من البلبلة لا أحد يعرف نهايتها ولكن يعرف بدايتها. لذلك فإن الجانب الإسرائيلي يشتغل وفق أجندة خاصة به واضحة جدا بأنه يريد يقول للجانب الفلسطيني بصورة لا تقبل الشك بأننا نحن أصحاب السيادة هنا، وأي واحد مسؤول فلسطيني سيدخل أو سيتدخل في قضايا تخص السكان هنا سوف يتم التعامل معه بقوة واعتقال كما حدث مع شخصين المذكورين. سيد خليل العسلي، شكرا لك. شكرا لكم.